Hello everyone and welcome to the channel. اليوم إن شاء الله رايحين نديرو ريزومي تاع الوحدة الأولى للشعب الأدبية لغات أجنبية وأدب وفلسفة اللي هي Signs of the Time. جات بعنوان Signs of the Time. Les signes de temps. اللي هما علامات الزمن. Signe بالفرنسي ولا sign in English هي علامة. اللي هما obviously the past, the present and the future. لوتام تاع الوحدة تاعكم هو Diversity and Life Styles. Diversity and Life Styles. Diversity هو التباين أو الاختلاف وهي اسم يعني The adjective from diversity هو diverse حاجة diverse معناها حاجة different مختلفة والضد تاعها هو similar Lifestyles هما أنماط الحياة Les modes de vie بون شفنا في الوحدة بزاف دروس الدرس الأول اللي شفناه في النص في reading تاع أنكل حسن هما The habits Expressing the habits التكلم على العادات اللي هما the past habits and the present habits The past habits اللي هما العادات في زمن الماضي نحكيو عليهم ولا we express them using the form used to باستعمال الصيغة used to plus the stem of the verb The stem of the verb هو الانفينيتيف اللي هو for example to do without to يسمى نهزو do برك ونخليو to هذا هو stem of the verb شفنا في النص تاع Uncle Hassan for example نهزو example Uncle Hassan used to work Uncle Hassan used to work in the farm Uncle Hassan used to work in the farm معناها العم حسان كان يعمل في المزرعة مادام راهي في الباست هذه الصيغة تبقى كامل مع تبقى كيما راهي مع كامل الضمائر يسمى for example if we can say many people بزاف تاع ناس many people used to for example love their jobs many people used to love their jobs بزاف تاع ناس كانوا يحبوا خدمتهم نروحوا لصيغة النفي من used to صيغة النفي negation نقولوا did not use to ما نقولوش did not use the to no نقولو did not use to كي نفوتو نقولو did هو اللي تصرف الماضي use نحطوها كيما راهي ما نديروش use to نديرو did not use to plus the stem of the verb for example he did not use to go shopping Uncle Hassan did not use to go shopping. ما كانش يروح يدير shopping كان يجيب everything from the farm. Now نحكيو على العادات in the present. العادات الحالية ولا في الوقت الحالي. يجيو to simplement بالpresent simple بزمن الحاضر plus the frequency adverbs. إذا ما تعرفوش frequency adverbs right now. Now you stop the video وتروحوا لفيديو تاع البريمير اني وتتفرجوهم because there are so many examples of frequency adverbs. And by the way, كي نعود نحط the video it does not mean هذاك هذيك لا فيديو ماهيش تاعك ولا ماهيش في نيفوك ما تفرجهاش this is a wrong idea you watch everything اذا راك تحب يعني تطلع نيفوك صح وتتعلم اللغات هز مفردات بزاف باش تعود تقدر تكون جمل you watch everything now دو نرجعوا للpresent habits قلنا we express them using the present simple and the frequency adverbs for example نقولوا he always wakes up at 7 a.m. هنا the frequency adverb اللي عندنا هو always ومع he she wait زدنا الاس wakes up اللي هو ينهضوا for example نقدروا نقولوا smokes ما هي شي وقت jumps ما هي شي وقت نزيدوا الاس ما هي شي وقت the other pronouns ما نزيدوا معهم والو something else حاجة أخرى قريناها في النص تاع أنكل حسن هي the future intention ولا النية في المستقبل intention هي النية l'intention en français الفعل منها هو to intend I intend معناها أنا أنوي هذا لفورم نعبروا عليها ب going to be going to عن طريق استعمال الصيغة be going to معناها اني راح ندير هذيك الحاجة معناها نيتي ندير هذيك الحاجة نشوفوا example I'm going to England Thursday اني راح للانجليز نهار الخميس ان شاء الله yeah let's hope so and then we have the rain is going to pour tonight the rain is going to pour tonight الفعل pour هنا معناها يصب rain هي المطر على بالي بلي انه راح تصب عليها جاية كانية على بالي بلي راح تصب كما قلنا في الكلاسة the difference between going to will هو المستقبل طريقة المستقبل لانه المستقبل the future in general عندنا نوعين future يكون قريب و future ما على بالناش به future في الفلو كيما نقولوا ماهوش باين هذاك الفيتشر اللي ماهوش باين وي اكسبريس ات يوزين ويل دوك نشوفوها من بعد بصح المستقبل القريب يعني اللي عندي نيه نديرها قريبا جدا
نديرو going to. الدرس اللي بعده هو تاع phonology ولا علم الصوتيات. شفنا the pronunciation of the final s, الاس اللي جي في الاخر تاع لي فيرب ولا تاع لي نون ايتترا. لا غاغل يعني تتحفظ كيما راهي, يعني تسو سيمبل, ما فيها حتى حاجه معقده. بعد الاصوات ركزوا مليح, ماشي الحروف, الاصوات ب ك ت ث ف ذ, هذو كامل ننطقوا الاس بعدهم س, ننطقوها س. فور اكزامبل ستوبس, ستوبس ما نقولوش ستوبز ولا ستوبيز, نقولوا ستوبس. عندنا the other case, الحاله الاخرى اللي هي كي يكون عندنا الاصوات س ز إز ج ج ش ت اند كس, حنا نحطوها اوتوماتيكمون في الايز وما نحطوهاش في الس ولا ز. ما تبقى على هذو حنا نحطوهم في الزو. I think the rule is simple, القاعدة is so simple. عطيتها لكم في القسم, and you can even google it, تكتبوا في جوجل directement كيفية نطق the final s, يخرجوا لكم يعني الأصوات كيما راهم. It's so easy, do not complicate things. بعد هذا رحنا درنا listening, درنا درس تاع استماع وحكينا فيه يعني ال diseases, حكينا الأمراض, حكينا ال if the scientists زعما راحين يقدروا يديروا علاجات cures etc. وهنا يا أوتوماتيك رانا نحكيو على المستقبل البعيد, المستقبل اللي ما على بالناش به. وهنا في المستقبل البعيد شفنا الدرس تاع certainty and doubt. certainty and doubt, certainty هو التأكد, يعني I'm certain معناها أنا متأكد, and doubt هي الشك بالفرنسي سي لودوت. ونفسها بعد الفيرب I doubt that, بمعنى أشك في ذلك. وحاجة كي تكون فيها اللوش يعني فيها الشك نقوله doubtful. doubtful معناها مشكوك في أمرها, ولا suspicious هذه بلا ما ندخله يعني في درس واحد آخر. المهم قلنا the future قادر يكون with certainty ولا قادر يكون with doubt. وهنا بنحكيه يعني على certainty, بنعبر على التأكد يعني حاجة أني متأكد منها راح تصرى. I use will, ركزوا, I do not use going to. going to right future intention, نية راح تصرى وتصرى so soon, قريبا جدا. بصح حاجة كي تكون في البعيد, في القادم البعيد ندير will. في حالة ما راني متأكد, نشوفوا example مع بعضنا. We will have a test next week. جيسبر ما تخافوش منه, يعني it will be so easy. سورتو للناس اللي شافت لا فيديو and took notes with down ملاحظات ونقاط, trust me it will be a piece of cake. We will have a test next week. واش درنا هنا؟ حطينا will مع الverb, ما زدنا والو, ونحينا to وحطينا stem كيما راه مع كل الضمائر, no exceptions. اسهل زمن يعني هو زمن المستقبل. We will have a test in next week, يعني في الاسبوع القادم. We see another example في صيغة النفي. We will not study in strikes. We will not study in strikes. ما احناش راحين نقراو في الاضرابات. strikes هما الاضرابات, هذه يعني باينه راح تصرى في المستقبل. كنا باستي قاعده دير في الجراف. سو المهم اسمع على بالي بلي مانيش حنقرا عليها. I'm certain, انا متاكد كي راني نهضر. دوكا نروحو نشوفو الحالات اللي مانيش متاكد فيهم, عندي شويه دوت, عندي شك. واش نستعمل؟ ما نديرش will, ندير عفايس كيما may, might, may. هما يمشيو ويتدرجوا, يعني certainty تاعهم تمشيو وتنقص. May, might, حتى الكود. هنا someone can ask me, يقول لي sir I'm sorry but I watched some videos of yours, تفرجت دي فيديو تاك وقلت باللي could هي الباست تا كان, وقلت باللي might هي الباست تا may, كيف نستعملهم in the future. well you're correct, عندك حق. me this is English, هذه هي الانجليك. شو اللي عندنا دي فورم نستعملوهم to express something, به نعبر على حاجة. هذا ما كان تفهمهم برك في مستواك هذا تاع الثانوي, تفهمهم كيما راهم and move on. نشوفوا مثال مع بعضنا. We may have a test in strikes. We may have a test in strikes. شوفوا مليح الجملة, ما درتش well. وهنا رانا قاعدين نحكيو في المستقبل. strikes صراو؟ no, ما زالوا ما صراوش. next week يسمى راني في المستقبل وقلت may. على ما قلتش well؟ لأني مانيش متأكد. في الإضراب كاين دي زونسينيون يقريو, كاين دي زونسينيون ما يقريوش. for example يسمى I'm not sure, I'm not certain, I have doubts, عندي شكوك. I have doubts ولا I'm doubt ولا أنا شاك في هذا الأمر. عليها درت ماي, ما درتش well. another example with might يسمى أقل درجة, يسمى راني نمشي ونزيد في الدوت. راح نعطيكم مثال على روحي, يعني this is a personal example. I might stop teaching.
stop teaching صارت no ما حبستش ما زالني نقري بصح I might يعني قاعد نخمم فيها يسمى it did not happen راني في الفيتور وما استعملتش will وما استعملتش may يسمى راني في الشك وفي الشك بزاف قادر I stop قادر I not هذه هي might stop teaching I hope everything is clear يعني بعد هذا الدرس رحنا درنا reading درنا نص قراءة بعنوان what people eat ماذا يأكل الناس and it was so joyful for you all لعجبكم كامل اللي شفنا فيه المسمنات and المائدة etc it was so Algerian كان جد جزائريا يعني فيه بزاف تاع العادات والتقاليد تاعنا anyways قرينا فيه أول درس اللي هو the relative clauses ولا the relative pronouns اللي هما pronouns أي ضمائر relative معناها نسبي relative pronouns هما ضمائر النسبية وش هما ضمائر النسبية هذه هما ضمائر لأنه الضمائر عندنا أنواع ضمائر تاع subject for example I, you, he, she وعندنا ضمائر كيما هذو اللي هما تاع النسبية نستعملهم to avoid بهنيفيتي ولا بهنجنبو the repetition قلنا بهنجنبو التعاويد في الهضرة because sometimes ساعات كي نكونوا نكتبوا ولا نهضروا يصراو لنا تعاويد في الهضرة which is in academic writing and speaking it's not correct لازم ما تعاودش عفايس قلتهم ديجا عليها نستعملوا الضمائر نشوفوا دي زيكزامبل مع بعضنا I live in Sagana for example in Sagana people are nice هنا عندي تعاويد في الجملة وما يصلحش نخليه كما راه واش ندير الكلمة المتعودة هي Sagana Sagana وش هي it's a place باش نعوضوه where الجملة تاعنا تولي I live in Sagana where people are nice يعيشوا في Sagana أين الناس وجدوا جدوا ملاح جوا مثال واحد آخر I like this time of the day I like this time of the day يعجبني هذا الوقت من النهار the weather is so peaceful in this time of the day الجو جد مسالم في هذا الوقت من النهار اسم هنا عندي repetition اللي هي this time of the day أي بين بلي time اسم إنه زمان الوقت باش نعوضه بوان الجملة تعنا تولي I like this time of the day when the weather is so peaceful راح نشوف الحالة اللي بعدها حسام bought the phone bought هي الباست تاع باي شراء تليفون I told you about the phone yesterday قلت لك على التليفون هذاك البارح عندنا ريبيتيسيون اللي هي تاع الفون نعوضوه بويتش ولا ذات تولي الجملة حسام bought the phone which ولا ذات I told you about yesterday اللي قلت لك عليه البارح نروح نشوفوا مثال اللي بعده أماني is the friend of آية أماني is the friend of آية أماني صديقة آية آية studies in the literary stream آية تقرأ in the literary stream عندنا الفعل studies تلو أس كهذي آية نعوضوها بشي studies in the literary stream عندنا ريبيتيسيون اللي هي آية واش نروح نديرو نحيو آية واحدة من الجملة وباش نعوضها بهو على عوضناها بهو لأنه في الجملة الثانية آية عندنا هي عبارة عن فاعل في الجملة وليست مفعول به she studies آية studies اسمها لازم علينا نعوضها بهو هذه هي القاعدة تولي الجملة نتاعنا بعد إلغاء repetition كالتالي أماني is the friend of آية who studies in the literary stream نروح نشوفو المثال اللي بعده she is the new wife of that man She is the new wife of that man إنها الزوجة الجديدة لذلك الرجل الجملة اللي بعدها That man's wife is dead That man's wife is dead حبي يقول زوجته ماتت ذوكا وش هي الريبيتيسيون اللي عندنا في الجملة عندنا That man هذاك الرجل نروح ندرس الحالة تاعو في الجملة الثانية أسكو في الحالة الثانية ولا في الجملة الثانية الرجل هذا هو الفاعل No ما هوش هو اللي فاعل أسكو مفعول به No ما هوش مفعول به الحاجة اللي تعاود عليه على هذاك الرجل هي ملكية حاجة تاعو تخصه اللي هي his wife حاجة تعود له هنا باش نعوضها بهوز لأنها تدل على الملكية ويولي تولي الجملة نتاعنا كالآتي She is the new wife of that man whose wife is dead اللي مرته ماتت to simple more نروح نشوفوا المثال الأخير تاع whom اللي هي كيكون الفاعل اللي يكون فيها الاسم sorry متعود بطريقة مفعول به نشوفوا المثال The director hired Saeed. The director hired Saeed. المدير الفعل to hire هو يوظف. Hired معناها وظف في الباست. المدير وظف سعيد. الجملة الثانية هي I saw Saeed in the shop. I saw Saeed in the shop. شفت سعيد في الحانوت. I saw هي الباست تاع سي. شفت ولي الجملة الحاجة اللي متعودة عندنا sorry before we give the answer هي
السعيد اللي راه معاود. بصح اسكو السعيد كي راه معاود هنا في الجمله الثانيه ندرسوا الحاله تاعو از هي السبجكت سوري ماهوش السبجكت ماهوش فاعل. اسكو رانا نحكيوا على الملكيه تاعو حاجه تخص السعيد. نو السعيد شفناه برك في الحانوت شفناه I saw Said in the shop. اسم وقع عليه فعل الرؤية. اسم هنا ما نعوضه لا بهو ما نعوضه لا بهوز نعوضه relative pronoun whom لأنه وقع عليه الفعل. نقوله the director hired Said whom I saw in the shop. لو كان نروح ندرسوا واحد الحالة خاصة تاع الجمل هذو the relative النسبية هي كي تكون ساعات الجملة تكون زدناها في منتصف السياق على سبيل جملة اعتراضية يعني جملة ما عندها حتى معنى قادرين نستغناو عليها. هذه الحالة نسميوها the non-defining relative clause لأنه في الحالات تاع الأمثلة اللي شفناهم كامل هذوين الجملة النسبية تاعنا هي عبارة عن جملة defining تعرف لي حاجة. مثال يعني بسيط على الحالة هذه تاع non-defining relative clauses for example نقولوا بيروت which is the capital of Lebanon بيروت which is the capital of Lebanon is gorgeous. Gorgeous هو فاتن الجمال very beautiful. The capital هي العاصمة عاصمة لبنان. هنا كما لاحظوا كان عندنا جملة اعتراضية ديجا كنت لقاوها ما بين فاصلتين two commas. لو كان نروح نحيها من الجملة نلاحظ باللي المعنى لا يتأثر. يعني لو كان نقول بيروت is gorgeous تولي لي جملة بسيطة أنا قاعد مد في رأي بيروت هي مدينة ولا بلاصة تهبل very very beautiful. هذا ما كان يعني هذا وش مطلوب منكم تعرفوا على relative clauses. نعم نروح للحاجة اللي درناها بعدها اللي هي comparative اللي هي الكمبيراتيفز ولا سياق المقارنة. قريتوا ولا مقرر عليكم تعرفوا more and less نقارنوا ما بين الأشياء ولا الأشخاص باستعمال صيغتين more and less. For example قبل الساعة إذا ما تعرفوش كيفاش تفورميو يعني الأدجكتيفز الصفات باستعمال more اللي هي الكمبيراتيف روحوا ازربوا تفرجوا لفيديو تاع البريميراني راهي مشروحة ثم بكل تفاصيل. now تفهمين يعني باللي كي يكون تكون الصفات تاعي صغيرة نزيد لها ER at the end. For example fast faster for example quick quicker. بس كي تكون الادجكتيف تاعي طويلة for example beautiful ما نقولش beautifuler no نقول more beautiful. هذه في حالة يعني المقارنة الإيجابية ولا بالزيادة. بس كي نحب نقارن بالنقصان نقول less for example كي يكون واحد ماهوش سريع على واحد نقول less fast يعني أقل سرعة. نشوفوا example مع بعضنا. Mercedes is quicker than BMW. Mercedes is quicker than BMW. هنا عندي جملة إخبارية قاعدة تقول مرسيدس يعني طوموبيل هي ومن بعد عندنا adjective quick. أسكو quick محطوط كيك no فيه الـ ER at the end يسمى هذه راهي صيغة مفاضلة ولا تفضيل بين شيئين Mercedes and BMW. quicker معناها أسرع than هذه لازم تكون ديما نفهم باللي راهي مقارنة than BMW معناها راهي أسرع من BMW. لو كان نعكس الجملة ونحب نقارن بالنقصان يعني نقول BMW is less quick than Mercedes. هذا مكان ويعني في الأقل وأكرر في الصفات الطويلة for example comfortable ماهيش comfortable ننطقها comfortable نقولش comfortabler نقول more comfortable. now هذا مكان هذا وش فيها الكمباراتيفز عندكم ونروحوا لآخر حاجة شفناها اللي هي link words نتاع comparison and contrasting. we compare the similarities نقارن أوجه التشابه and we contrast the differences ونقارن بصيغة أخرى المفارقات والأوجه الاختلاف. هذه شفاف عليها برك ويعني الدرس يعني زبدة تاع الدرس هي the link words الكلمات الربطية تاع المقارنة باش نفهم أنا كأستاذ ولا كمصحح بلي راك قاعد تقارن اللي هما by contrast بمعنى على وجه المقارنة عندنا unlike يعني باختلاف عندنا contrary to وعندنا but أمكانين في الكتاب they are so easy just use them when you want to compare. now على بالي بلي I will be having questions in the comments ولا in class تقولوا لي وين راح الدرس تاع stress اللي هو تاع التشديد على الكلمات. well don't stress ما تستريسيوش ما تبانيكيوش ماهوش راح يدخل في الفرض اسما راح نديروه ان شاء الله كدرس مستقل مع البروميراني لانهم شعبة الادبيين يقراو حتى هما stress between you know the adjectives and the nouns ذوك نديروه كدرس يعني شامل معاكم ومعاهم meaning you will
have to watch it مع الادبيين بريميراني. وهكا سي بون وصلنا لا فان تاع لا فيديو هذا باش شفنا يعني كدروس في الوحده الاولى. I really hope it was beneficial to you. نتمنى كانت مفيده لكم. If you have any question or remark خليوها في الكومنتس بوكس below بربي دوك نريبونديكم كامل. I wish you the best of luck in the exam and the test. Thank you so much and see you next time.